صباحكم صحة وجمال، صباحكم بلون جمال الحياة. النهاردة معانا فقرات مختلفة. صباح الخير يا إيمي. صباح الخير يا مريم. النهاردة معانا فقرات جديدة شوية، معانا البلوجر للسيارات محمد الباشا والمهندس عمر عصام برضو خبير سيارات، يتكلمنا عن كل بقى اللي يخص العربيات الزيرو والمستعمل وكده. والفقرة التانية هيبقى معانا الفاشن ديزاينر جاكلين بوليس. هيبقى معانا فعلا جاكلين بوليس في الفقرة التانية. الناس اللي بتحب الفاشون تتابع معانا، والناس كمان اللي بتحب السيارات وأسعار السيارات وأخبارها تتابع معانا أول فقرة. تعالوا نروح لفاصل ونرجع معاكم في جمال الحياة. ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل، ومعانا ضيوفنا في الاستوديو المهندس محمد الباشا بلوجر السيارات وخبير السيارات عمر عصام. هنكلمكم بقى عن سوق السيارات المستعمله والزيرو، واما اجي اشتري عربيه هعمل ايه، والحاجات اللي البنات بتبقى متلخبطه فيها، ومراكز الصيانه، وامتى ابقى ايه واثقه ولا مش واثقه في مركز كتيرة. صيانه. معانا اسئله كتيره قوي قوي لحضراتكم. برحب بحضرتك الاول. ازيك بحضرتك استاذ محمد الباشا؟ صح كده. ومهندس عمر عصام. عمر عصام، بتشتغلوا في مجال السيارات بقالكم قد ايه؟ انا عن نفسي بقالي فتره كبيره، يعني من وانا في اعدادي وفي ثانوي والكلام ده لحد النهارده. والمهندس عمر برضو اعتقد بقاله فتره. لا، من زمان جدا يعني. من زمان جدا يعني، من الصغر يعني. وعندنا يعني زي صفحات كبيره بنقدم استشارات وتقرير عن عربيات وكل حاجه، وغير مجال الهندسه يعني. طب الحاجه بقى اللي الناس يعني اغلب الناس متضايقه، ايه سبب الزياده الفظيعه لاسعار العربيات؟ هو يعني شويه عوامل كتير بصراحه. يعني اول حاجه طبعا فتره موضوع الكورونا كانت موقفه الاسواق العالميه والتصنيع والحاجات دي كلها، والشرائح الالكترونيه والحاجات دي. فكان في فتره كبيره ان ايه، وقف انتاج مصانع كبيره، فحصل ايه زي عرض قليل على طلب كتير، والناس قعدت في البيت سنه تقريبا ما اشتريتش كده. فمره واحده حصل هجوم على العربيات. أيوة. فالتجار يعني للاسف استغلوا الموضوع ده وغلوا شويه. اصل انا بحس ان في عربيات بتنزل المفروض انها اقتصاديه، تعدي عليها سنه تنزل مثلا موديل احدث شويه، عليها زادت مثلا ب 20 30 الف، فمبلغ يعني بالنسبه للعربيه الاقتصاديه. بالظبط، هي حاجات بقى يعني ايه، استغلال العربيات موجوده مثلا في السوق عليها طلب، زائد نقص الانتاج، زائد بقى ايه يعني زي احنا عندنا في مصر بنحب الايه الاستغلال شويه. طب سؤالي بقى لحضرتك، انا كست مثلا عايزه اشتري عربيه وبتعلم السواقه، اجيب عربيه جديده ولا اجيب عربيه مستعمله احسن ليا؟ انا من رايي انا نبتدي بمستعمل، عشان الستات والناس عموما اللي لسه بيتعلم بيخبط شويه ولسه بيبهدل العربيه شويه، هتتخبط، محتاج ما ازعلش عليها يعني. بالظبط، محتاج قطعه غيار دايما، محتاج صيانات موفره، محتاج بنزين برضو موفر، يعني عربيه تكون موفره في البنزين. فانا اجيب مستعمل الاول، او لو انت في ناس كتير جدا بيبقى عندها عقده المستعمل، ما بيعرفش يشتري مستعمل بحاله كويسه وما عندوش خبره. فلو كده بنشوف ايه اقل عربيه زيرو من وجهه يعني نظره، عربيه زيرو اقل حاجه خالص ابتديها واتعلم عليها، وبعدين بيعها وانطلق بقى، هات اللي انت عايزه. طب ولو هبتدي لسه اتعلم، او هبتدي تتعلم زي ما بيقولوا مانيوال ولا اوتوماتيك؟ عشان الناس بصي، هو اتجاه الشركات عموما دلوقتي السائد المانيوال. اتجاه الشركات دلوقتي عموما للاوتوماتيك، في تطوير كتير في الفتايس الاوتوماتيك. عندنا فتايس عادي كانت بتبتدي من 4 سرعات، دلوقتي 5 سرعات، 6 سرعات، في فتايس بتوصل ل9 سرعات كمان و10 سرعات، في فتايس سي في تي، في فتايس دول كلتش. فاتجاه الشركات للاوتوماتيك. المانيوال في شركات لسه اقتصاديه زي عندنا بي واي دي، عندنا لادا، عندنا تويوتا كمان عندها الكورولا، في فئه الاولى مانيوال، في فئه مانيوال من كورولا. والعربيات بقى الرياضيه السبورت دي منها برضو كلها بتبقى بالظبط، دي فيها برضو مانيوال، بس دي طبعا لناس ثانيه مش لينا، مش البنات، مش لينا. طب انا مثلا يعني ايه، الستات اكتر بيحبوا يركبوا العربيات اللي هي تكون مريحه اكتر، يعني نرشح لهم ايه؟ حسب بقى، في سيدات كده قلبهم ميت شويه تحب العربيات الحجم كبير. ايوه. وفي عربيه دايما اي واحده يعني مثلا او سيده مثلا تتواصل تقول لي ايه، انا عايز عربيه عاليه على الارض. وتبقى مش عارف، لا ملمومه كده، عشان لو خبطت بس او طلعت على الرصيف تطلع رصيف ما تعملش حاجه، ما بشوفش مثلا الحاجات دي. فطبعا اوبشنز العربيات الكتيره بقت كتيره، والعربيات العاليه الناس كتيره جدا بقت تحب العالي اكتر، الشكل العالي والحاجات دي. فبرضه لما تيجي تختار عربيه، تختار عربيه تبقى منتشره،
مش موضوع انها عالي وبس. في عباد اشكال وغيار اصبح حضرتك اه طبعا، لان هي مثلا ايه وارد جدا الست مثلا ايه تخبط العربيه تحك منها مش عارف ايه الحاجات دي. بالنسبه للقطع الغيار يعني اسهل حاجه ليا ان انا الاقي قطع غيارها زي ايه مثلا؟ الماركات الدارجه يعني، بمعنى ايه يعني ممكن الاقي مثلا تويوتا وكوري مثلا هيونداي يعني قصدي كاسماء مثلا تويوتا وهيونداي وحاجات مشهوره كيا والحاجات دي الحاجات دي مثلا منتشره في السوق. بس القصه ان مش كل تويوتا، مش معنى انا مثلا تويوتا ان انا هلاقي كل عربياتها ليها قطع غيار، ممكن الاقي موديل فيها مش منتشر او قطع الغيار بتاعته غاليه عليا. فبرضو الانتشار وال وال والحته مثلا ايه نفس الموديل ده بينزل في سنه بعدها في سنه بعدها، هو ده زي مثلا ايه مقياس رئيسي ان انا اعرف العربيه دي هتطلع عيني قدام ولا لا. لان ممكن ماركه مشهوره. بالنسبه لقطع الغيار بقى الاستاذ محمد، ايه رايك بقى في الصيني؟ العربيات الصيني هي اثبتت جداره وخصوصا ان اسعارها ايه تنافسيه واشكالها حلوه زي التاني واسعارها زي ما بقول بقى رايف الصيني عموما ولا قصدك في قطع الصيني كعربيات الصيني يعني حلوه ولا يعني تنصح بيها ولا بلاش زي ما بيقولوا بلاش صيني؟ بصي هو احنا عندنا ماركات، هو في عربيات صيني كويسه وفي عربيات صيني مش كويسه كاي اصلا كاي صناعه يعني في الدنيا ممكن كده وممكن فاحنا انا دايما اقول ان احنا لما نيجي نشتري صيني ندور على الشركات الصينيه اللي ليها تعاون مع الحكومه الصينيه نفسها، الحكومه الصينيه نفسها بتبقى دعمها بقوه. تمام؟ عندنا شركات من دي في مصر يعني، يعني عندنا شركات زي بايك، سايك مثلا، سايك موتورز، الكلام ده كله. عندنا شركات اثبتت جداره برضو على مدار السنتين ثلاثه اللي فاتوا زي ام جي، زي شيري. كل دي محققه مبيعات عملاقه جدا. ام جي دي انتشرت. ام جي يعني عندنا الموديل ام جي 5 ده محقق علاقات نجاحات يعني. نجاحات في السنين اللي فاتت صح كتيره. يعني متفوقه على العربيات. عربيات ام جي جميله جدا بالزبط جدا يعني. بالظبط ومنزلين فئات السيدان الصغير والسيدان لا بحسها فارهه كده. والاس يو في وعندنا برضو موديلات زي هافال محترمه زي بايك محترمه. في كذا شركه وبيستيون مؤخرا انضمت لينا، بيستيون شركه برضو عملاقه من شركه فاو. دي كلها كويس. انا مشكلتي دلوقتي في الصين هي زي ما قلتي في الاول قطعه الغيار. لحد النهارده يا مهندس عصام مفيش شركه اثبتت وجود في قطع الغيار منهم لحد دلوقتي. مش متوفره ولا قطع الغيار بتبقى رديئه؟ هي مش متوفره، لا قطعه الغيار ما حدش اشتكى ان هي رديئه، ولكن مش متوفره عند الوكلاء نفسهم كمان. في عندهم مشاكل، بعضهم مش قادر يوفر قطعه الغيار لحد النهارده. وبرده مش هم بس، ده برضو في برضو أزمة عالمية. عندنا برضو هيونداي مثلا لو دخلنا ما فيش قطعة غيار معظم التوكيلات ما فيش. ولكن طيب ليه كنت أقول لك العكس؟ الكوري الهيونداي الكيا بالعكس موجود. ما هم نزلوا موديلات جديدة مش الجديد قوي. مش الجديد انت بتتكلم على الزيرو على الزيرو طبعا المستعمل موجود كتير عند كل الناس، انما الجديد في أزمة حاليا يعني. التوكيلات ما بقتش طب سؤالي لحضرتك يا استاذ عمر، دلوقتي انا سمعت ان سوزوكي هتنزل عربيه اقتصاديه جديده، يعني كان نازل اسبريسو معانا، كان نازل حاجات تانية. عايز اعرف النازله الجديده دي هتبقى امكانياتها هي عامله ازاي؟ هي عربيه سوزوكي ميزتها حاجه ان هي بتقدم موتور تنفس طبيعي اللي هو العادي خالص، مش تربو، مش الحاجات اللي هي اللي احنا بنسمعها. لازم بتقدم في حاجه اسمها نوعين مواتير، مواتير تنفس طبيعي اللي هي المواتير العاديه اللي احنا نعرفها اللي هي العربيات العاديه، في حاجه اسمها مواتير تربو نزلت مؤخرا. تربو دي اللي هي بتقدم مواصفات عاليه قوي، هورس باور او قدره حصانيه عاليه قوي والكلام ده كله، بس محتاجه بنزين معين. بس كل الناس ليه بتخاف من التربو؟ بلاش تربو بعيد عنها. عايز مواصفات بنزين بس، لكن هي مش تبوظ بسرعه او صيانتها صعبه معايا في البنزين؟ لا بتبوظ بتبوظ حسب بسرعة. لو بنزين مش كويس او موتور مثلا صغير حجمه صغير بس العربيه وزنها تقيل، فمع الضغط يعني ما تنصحش بيها. لا مش ما ينفعش انا اثبتها قاعده يعني حسب الشركه ما حسب الشركه وحسب العربيه، لان في عربيات بتبقى الشركات بتوفر مواتير التربو كويسه جدا، وفي عربيات بنفس الحجم الفئه مثلا السي حجم الموتور وكده بس بتعمل مشاكل. فبرضه حسب الشركه وحسب العربيه وكده، عشان كده الناس لازم ايه قبل ما حد يشتري عربيه لازم يسال عليها كويس قوي يشوف التاريخ بتاعها. فسوزوكي عموما بتقدم مواتير تنفس طبيعي زي الفل ما فيهاش مشاكل، واقتصاديه جدا في البنزين واعطال قليله، وفتيس اوتوماتيك عادي خالص ما فيهوش وجع دماغك والحاجات دي. فهي بتقدم ايه سهل ممتنع، بس برضه بتفرق بقى ايه عايزه تعرفي العربيه تنجح ولا لا. التسعير العربيه سعرها يبقى عامل ازاي قصاد المواصفات، موفر منها في المعارض وجايب كميات فهو عايز ينجحها،
ولا مثلا جايب كام واحده كده بيجربها تجربه. فدي احنا بنعرفها في الاول، يعني دي مثلا لما بتيجي تنزل عربيه بالتسعير. طب انا لو انا عايزه اشتري عربيه، اكتر حاجه ادقق فيها او ابص عليها في العربيه ايه؟ اذا كانت جديده واذا كانت مستعمله. هي حاجات كتير يعني، مثلا الجديد المصاريف التشغيليه طبعا دي مهمه جدا. يعني حضرتك مثلا بتعملي مشوارات كتير ولا في الخفيف كده كل فتره؟ هتحرك كتير بيها، لان هي بتفرق معاكي. يعني المصاريف التشغيليه، قطع غيار زي ما احنا قلنا، المساحات، مثلا حد مثلا حد سيده مثلا عندها بيبي، فلازم يبقى شنطتها كويسه عشان مثلا تحط كار سلور مثلا ورا او الحاجات دي، فبتفرق معاها. يعني في شويه حاجات كده، عوامل الامان طبعا. عوامل الامان ده موضوع تاني، يعني ممكن محمد يتكلم فيه. انا كنت لسه هسال استاذ محمد على السيفتي بتاع العربيه والامان وكده، هل دي مستاهله او لا؟ لو انا بنت او ست طبعا، عشان برنامج اكتر الصبح للبنات، ان انا ادفع فيها حاجه يعني مبلغ وقدره، خصوصا ان انا مش هسوق سفر او حاجه، يعني البنات او الستات او في وسط البلد. طبعا ولا طبعا مهمه جدا، مستاهله السيفتي؟ مستاهله طبعا. ده عقده الناس عندنا اصلا على السوشيال ميديا، دايما يقول لك العربيات اللي بتيجي مصر ما فيهاش وسائل امان، ما فيهاش مش عارف. بيكون نازل معاها بس مش محطوطين تقريبا. بالظبط، مش محطوطين صح، تلاقي الزراير فاضيه مكان الحاجه. انت متابعه؟ انما مؤخرا لا، عندنا عربيات كتير بتبدا من اول فئه بستة ارباج بكامل مواصفات الامان للفرامل والثبات. ستة ارباج وعربيات باسعار يعني. بس العربيه دي لو خدت خبطه يعني ما تتكسرش بقى. ما هو ده بقى الارباج بتطلع ما ده زي ما بتحمي بتبوظ. هو هي بتحميكي في الاول وفي الاخر، احسن ما اللي جوه هو اللي يتضر. انت فاهم القصه؟ فطبعا وسائل الامان طبعا مهمه للسيدات طبعا وللبنات وللشباب ولكل حد. اي حد بيركب عربيه اول نصيحه لازم وسائل الامان. وعشان كده احنا دايما بنعترض على وسائل الامان زي ايه مثلا؟ يعني اللي هي ايه؟ الفرامل مثلا، انواع الفرامل. كنت لسه اسال انواع الفرامل. عندنا اي بي اس، اي بي دي، عندنا الاي اس بي. احسن حاجه عندنا الفرامل ايه؟ احسن حاجه هم كلهم بيكملوا بعض. كله يعني كلهم ليهم فايده، ما فيش كلهم لازم كلهم يكونوا موجودين. عندنا فرامل كهربائيه دلوقتي، عندنا انظمه متطوره بتساعد السائق، مش بس امان، بتساعد السائق. يعني عندي العربيه تبقى شايفه العربيه اللي قدامي ماشيه ازاي، تحدد سرعتها، تمشي زيها. عربيه ممكن تفرمل يعني. عربيه ممكن تفرمل لوحدها لو شافت اي خطر، وانا طالع من اي ركنه وشافت حاجه جايه ورايا تفرمل لوحدها. ده انا هتخض انا كده. عربيات مطوره لما الاقي العربيه وقفت لوحدها افتكرها باظت. لا وباسعار ايه يعني؟ ممكن معاه 400,000 جنيه، معاه 400,000، معاه 300 وي، ممكن يجيب عربيات فيها الانظمه اللي انا بتكلم فيها دي. ناخد الاتصال، ناخد الاتصال، نقول الو. الو، ايوه، السلام عليكم. وعليكم السلام. مين معانا؟ اتعرف بيكي. عندي سؤال عن العربيه ممكن؟ اتفضلي معانا استاذ محمد الباشا والمهندس عمر عصام، اتفضلي. كنت عايزه اشتري عربيه لبنتي، كانت عايزه عربيه عاليه، فكانت عايزه الام جي الصيني، فمش عارفه ايه رايك في يعني بصفه عامه يعني في العربيات الصيني والكلام ده للبنات. بنت حضرتك بتعرف تسوق؟ انا بنتي بتعرف تسوق. طبعا بتعرف تسوق. تمام. ماشي، اسمعي. ولا يفضل، بس هي لسه في الاول يعني، لسه في اول يعني اول عربيه هتجيبها لها، ولا يفضل لها حاجه ثانيه تكون سهله عليها شويه، ولا ايه راي حضرتك؟ بس حضرتك بتسالي على المستعمل او الزيرو، ولا عموما ان هي عايزه الام جي وخلاص؟ هي عايزه الام جي، هي عايزه الام جي وخلاص يعني. عجبك؟ ماشي، خلاص. هنرد على حضرتك، اتصال حضرتك وتابعينا لاخر البرنامج. ماشي، ميرسي. الام جي برضو برضو لانها جميله، هي بتقول عاليه. انا سمعت هي عايزه حاجه عاليه. ام جي، ما الام جي برضو في منها عاليه. هي المشكله ان هي ما قالتش في انهي سعر بالظبط. بس احنا هو عموما ممكن زد اس. هم عموما ام جي عندها ثلاث عربيات اس يو في عاليه، زد اس، ام جي اتش اس، وار اكس 5. فالثلاثه برضو احسن في السعر اسعارهم عاليه. اسعارهم كل واحده طبعا ليها سعرها. الاتش اس والار اكس 5 متقاربين شويه في السعر. الزد اس طبعا اقل، بتنزل بموتور تنفس طبيعي زي الباشمهندس كان بيقول، ان طبعا المواتير دي هي اعتقد هي هتناسب بنت الاستاذه اللي كانت بتتصل. وبس قصدي حضرتك ان المواتير التربو رجالي يعني. عايزه حد يعرف يسوق كويس شويه، ومحتاجه يعني الستات ما بتعرفش تسوق. لا بتعرف تسوق، احنا نقدر نقول كده. طب انا كنت عايزه اسال على المستعمل برضو، هل لما اجي اشتري مستعمل الفئات بتفرق زي ما بشتري زيرو، ولا مش مشكله؟ انا اهم بنفس حاجه النسبه يعني، اهم حاجه عندي في المستعمل الحاله. يعني انا ممكن ادي لحضرتك، قلنا كيا مثلا سيراتو اكتر واحده بتبيع في المستعمل. كيا سيراتو فيها فئات. تمام طبعا. ممكن اجيب لحضرتك فئه اولى
حالتها كويسه وممتازه، ممكن اجيب لحضرتك فئه اعلى فئه فيها بس حالتها تكون اتقلبت وتكون طلع يعني انت فاهمه القصه. ف الفكره في الحاله رقم واحد عندي الحاله، بعد كده ابتدي ابص انا عايز اوبشن ايه، انا عايز لون ايه، انا عايز فتحه سقف، انا عايز يعني اللي عايز بقى براحتي زي ما هو عايز. استاذ عمر، طب عايزين نقول برضو الفرق ما بين السيدان والاس يو في. السيدان والاس يو في، السيدان العربيات المنخفضه الارض، العربيات العاديه يعني زي العربيات اللي مثلا ايه تويوتا كرولا، هيونداي الانترا، كيا سيراتو، انا بقول امثله الناس عارفاها اللي هي الحاجات اللي هي واطيه. الاس يو في او الكروس اوفر، العربيات اللي هي العاليه على الارض بتبقى نفس السيدان كده بس ايه مرفوعه على الارض. في حاجه اسمها اس يو في بقى اللي هي الناس بتتلخبط ما بينها، حاجه اسمها كروس اوفر واس يو في. دي مثلا الكيا سبورتاج والهيونداي توسان والحاجات دي، دي كروس اوفر. الحاجه اسمها مثلا زي التويوتا لاند كروزر، مش عارف العربيات اللي هي العربيات الرياضيه اللي هي بتاعه الاوف رودنج، الحاجات اللي بره في دي الجبال والحته الصحراء وكده، دي اللي هي اسمها اس يو في. بس الناس اي حاجه عاليه بالنسبه لها ايه اسمها اس يو في. انا متهيألي السيدان او الواطي اكتر بيتهيألي اسرع. مش اسرع، هي الاثنين كويسين بس السيدان اثبت بكتير في السرعات العاليه عن العربيات العاليه، لان كل ما العربيه تبقى عاليه كل انا اقول لك الستات ما بيحبوش السيدان ليه؟ لان تيجي تاخد مطب او مثلا تيجي مثلا تركن تلاقي نفسها طلعت فوق الرصيف، عايزه عربيه عاليه تحس انها كده ايه امان كده خبط متينه يعني انا جواها جوه خبط براحتي جوه مركب مفيش مشكله. لا هي بصراحه الكروس اوفر عموما حتى في الخبطات والتصادمات والحاجات دي بيبقى اكثر امان من السيدان، لكن في السرعات بقى والثبات والحاجات دي كلها لا السيدان بتبقى احسن. طب انا بحس ان الهاتش باك الناس بتحبها اكتر، بنات برضو صح؟ بنات بتشتريها اكتر والله. في شباب ليه؟ عشان شكلها بس يعني؟ بصي كرياضي كوظيفه ثباتها احسن من السيدان. لان الشنطه دي من ورا لو فيها حمل او فيها حاجه بتبقى عباره عن زي حاجه قوه طرد مركزيه، تعمل حاجه بترمي العربيه من ورا في السرعات وفي الملفات. ففي السباقات وكده بتلاقي زي الرالي او حاجه، ده بتلاقي دايما العربيات اللي بتبقى ايه هاتش باك، لكن كتصميم وبنات وشباب وكده برضو بتعمل تصميم حلو جدا. يعني ما نقدرش نقول في عربيه دي بناتي بس، عشان في عربيات بتنزل اشكال بيقول لك لا دي حريمي ما اركبهاش انا. يعني بقى حسب بقى لو الموتور مثلا صغير وشكل العربيه الشكل اللون شكل العربيه كده مش عارف ايه مع اللون ميكس كده يقول لك لا ده دي عربيه حريمه قوي كده حريمه اكتر. طب استاذ محمد انا هكلم برضو هكمل السؤال بتاع مريم، ان انا عايزه اشتري حاجه مستعمله، يعني بنت عايزه تشتري حاجه مستعمله، اعرف منين بقى انا كبنت بقى ان ما يضحكش عليا زي ما انت بتقول كده الحاله بتاعتها ازاي؟ ما اروح لمركز صيانه يبقى ولا ممكن يصابطني رشه مش رشه؟ هل حاجه في كشف؟ هل في حاجه معتمده ولا لازم التوكيل ولا ايه؟ بصي هو لينا بقى كبنات عشان انا عارفه الرجاله ما بتقعش في الموضوع ده كتير والله، كمان مؤخرا بقى بيقع كله بقى بيقع. عايز اقول لك البنت لما تيجي تشتري اول حاجه هي طبعا ما عندهاش خبره طبعا في الكشف زي ما انت سائله، فاول حاجه لو عرفت تكشف في التوكيل تمام يبقى زي الفل، ما عرفتش يعني التوكيل هي احسن حاجه طبعا رقم واحد. طبعا ما عرفتش يبقى روح لمركز صيانه، مش اي مركز صيانه، مركز صيانه يكون عنده سجل تجاري وبطاقه ضريبيه عشان اقدر اخد منه فاتوره معتمده اقدر ارجع له بعد كده لو في حاجه بالظبط. ده رقم واحد، يبقى قلنا رقم واحد الكشف. رقم اثنين ابص بقى على العربيه، كل واحد وهو بيشتري ليه مقياس في تحديد اذا كانت العربيه دي هتناسبه ولا لا. يعني مثلا انا رحت لقيت عربيه الاكسدام بتاعها رشش، البيبان بتاعتها رشش، ممكن انا وانا بشتري ممكن اقبلها، ممكن مهندس عمر بالنسبه له ده عيب خطير ما يقبلوش. فالكشف بقى لما يطلع ويوضح لك دي فيها كذا 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 تبتدي انت تحددي بقى بناء على مقياسك ايه والسعر برضو عبيح. والسعر طبعا يعني السعر لقطه بس هي رشه. بس انا نفسي اجيب المواصفه دي فعلا. او مثلا مركونه بقى لها كتير فصاحبها عايز يغيرها وحالتها حلوه او لو هي مركونه كويس فعلا ومش ماشيه كتير، ولا هل ده ممكن يتلعب فيه برضو العداد؟ العداد طبعا بيتلعب فيه، لسه كنا بنتكلم انا ومهندس عمر في الطريق مفيش حد يعرفها مفيش يعني نادرا العربيات الامريكاني مثلا والاوروبي والكلام ده ممكن يتعرف عن طريق الجهاز وكده، انما لو حد داخل ما عندوش خبره وبيكشف على العربيه لا بس مستحيل يعرف مستحيل. بس توكيل ما يعرفش برضو؟ لا التوكيل يعرف وعلى حسب، مش كل الماركات. ويستحسن وانا بشتري اكون عامل صيانتي في يعني اشتري عربيه تكون عامله صيانات في التوكيل. ليه؟
لان هو اللي عامل صيانات في التوكيل بياخد فاتوره كل صيانه بفاتوره. فخلاص انت فانا عارف. مثلا لو معايا فواتير ان انا عامل 100,000 كيلو باين عامل 10 صيانات مثلا دخلت التوكيل العربيه اللي انا بشتريها عامله 50,000 طب ازاي انت عامل 100,000 كيلو والعداد قدامي 50 يبقى انت لاعب في العداد. طيب جالنا تليفون تاني في معلش نقول الو. الو ايوه نتعرف بيكي. ساره ازيك يا ساره عامله ايه متابعه البرنامج معانا؟ طبعا متابعاه. طيب معانا بلوجر العربيات استاذ محمد الباشا وبشمهندس عمر عصام. اهلا وسهلا. كنت بس عايزه اسال سؤال على العربيات ضروري. اتفضلي. انا دلوقتي في فرق طبعا في السعر بين العربيه الزيرو اللي هي تبقى كسر الزيرو. بس كنت عايزه اعرف لو هي يعني انا هجيب حاجه كسر زيرو اضمن منين العربيه دي مثلا مش عامله حادثه مش مقلوبه مش حاجه يعني في حاجات كده بتبقى حاجه مشكله كبيره في الموتور يعني هعرف منين حاجه زي كده يعني في حاجه اعرف بيها ولا خليني اضمن في الزيرو عشان اي حد بيبيع عربيه كسر زيرو بيقول لي لا يبقى هو اكيد تعمل بيها فيها مشكله يعني خلاص بلاش بعيد عنها. اوكي احنا لسه كنا بنتكلم في المستعمل ونعرف منين برضو عشان ما نتلخبطش. ماشي ميرسي لاتصالك وتابعينا عشان تعرفي بقى الاجابه باشمهندس. باشمهندس اللي هتفضل منين زي ما قلنا الكشف هو يعني زي ما لسه قايلين الكشف هتعرفي منين هي تعرفي صح الموتور او فيها الكشف يبين الكشف يبين طبعا هي مقلوبه او مش مقلوبه والكلام ده بالظبط. طبعا يبين اي حاجه بتتعرف بالكشف هي لو هي لوحدها اللي راحت تشتري مش هتعرف. لا ما طبعا مش أكيد. هتعرف ولو شاب كمان مش قصه بنات. انا كنت لسه هقول لك في ناس ازاي ازاي الناس بتكشف وبعدين تقول العربيه بعد ما خدتها طلعت مقلوبه هو كشف ولا كشف بقى لحد قلت لك نكشف في مركز صيانه عنده سجل تجاري وبتاع ضريبيه وده بيبقى معروف مركز معتمد ومعتمد ومحترم ومتخصصين والمراكز الصيانه يعني انا اقول لحضرتك على ايه دايما الناس لما تيجي تشتري يقول لك ايه انا هاخد معايا ميكانيكي او هاخد معايا بتاع عفشه يبص على العربيه. تمام ماشي تاخد معاك ميكانيكي هو الميكانيكي هيبص على العربيه هيبص في شغله في الميكانيكا بس مراكز الصيانه عندها بص على كل متخصصين في كل حاجه هيبص لك على العربيه شامله ميكانيكا وعفشه. اخر سؤال بقى عشان وقت البرنامج معلش كنت اسال باشمهندس بقى عن سوق السيارات اللي هي الايه اللي بقى مش موجود خالص هي العربيات الفئات من مثلا 100,000 او من 80,000 ل 150 180 يعني اختفى خالص او بقى نادر جدا لان الحاجات اللي عليها طلب بقت غاليه شويه عشان يعني مثلا تلاقي الفئه دي لو حاجه اوتوماتيك وحالتها نظيفه شويه وعليها سوق الناس بقت زي ما تشوف ايه العربيات الجديده بقت تعلى قوي 20 و30 و40 الف. في ناس برضو بتخاف تشتري العربيات اللي هي فات عليه 50 سنه مثلا. لا مش 50 هو انت قصدك بصي دلوقتي يعني من بدايه بعد الالفينات يعني ابتدت الناس تبص يعني ايه بعد الالفينات و2005 محدش بقى عايز يشتري اللي هي الموديلات القديمه. لا ما هو عشان بقى ايه خايفين بقى من قوانين مثلا زي التخريد ومش عارف ايه والقطع غيار والحاجات دي فما بيجي مثلا ايه يقول لك لا انا عايز حاجه تبقى احدث شويه بدل ما اجيب حاجه قديمه وما الاقيش حاجه واحدث. الناس برضو بتحب عاشقه الموديلات معينه قديمه كده. طبعا في بس هما ايه بقى زي ما انت شايفه كده في الشارع بقت ما بقاش نشوفهم بقى قليل قوي. بقت الناس كلها دلوقتي تقول لك لا انا عايز اجيب حاجه جديده وعايز ادخل الموديل القديم بتاعي استفيد من موضوع التخريج كويس والاوبشنز الجديده واركب عربيه زيرو ما توجعش دماغي ولا اعطال. الشوارع بقت واسعه بقت احسن بكتير بقت العربيات بتجري فهو يدوس بنزين ولسه بيجيب في الاولاني وتاني وتالت تكون التاني ده خلاص وصل اخر الشارع. فالموضوع ده بالنسبه للناس ايه لا يعني عايز اجيب حاجه احسن ونظام القسط بقى يعني خلى الناس تتحمس شويه. مبسوطين جدا ان كنتوا معانا النهارده ومبسوطين بالاجابات ناس كتير اكيد استفادت منها. شكرا لحضرتك. العفو. شكرا لحضرتك باشمهندس عمر ميرسي. واستنونا ان شاء الله بعد الفاصل مع الفاشن ديزاينر جاكلين بولس. ورجعنا معاكم مره ثانيه في جمال الحياه ومعانا مصممه الازياء جاكلين بولس. اهلا بيكي. اهلا وسهلا بحضرتك. عايزين نعرف حضرتك في مجال الازياء بقالك قد ايه؟ هو انا في مجال الازياء تقريبا 7 سنين. ابتديت المجال اساسا بكروشيه كان الشغل بتاعي في الكروشيه بس. ده حاجه جميله جدا. بشكرك. بس كنت بعمل تصميمات مختلفه عن الموجود في السوق وابتديت انزل للسوق لكن لقيت ان في بعض المعوقات فانا كنت حابه اني ادخل مجال الازياء بشكل اعمق ان هو يبقى ملابس مش مجرد تصميمات للكروشيه فابتديت حابه المجال قوي جدا جدا فابتديت اخد مجموعه من الكورسات
تدرجت معايا دبلومات وحاجات زي كده، كورسات مكمله، لان دلوقتي حاليا في مجال السواريه، فمجال السواريه بيتطلب مجموعه اكبر من الكورسات بتتخصص في الدريبنج، في كورس سواريه زائد الباترون، فهو اشمل شويه. في حاجه هنا في مصر يعني حاجه تبقى معتمده ان هي تعلمني زي ما انت بتقولي كده التفصيل او الديزاين عموما؟ في مجموعه يعني من الاماكن حاجه معتمده، في مجموعه كورسات، في مجموعه من الاماكن، بس انا عايزه اقول حاجه، لما نيجي نقدم في مكان لازم نكون متاكدين منه كويس جدا، لانه في السوق بتاعنا او في المجال ده بيكون في بعض الاماكن بتعلن عن كورسات لكن للاسف بتطلع ناس ضعيفه، فلازم نسال كويس جدا قبل ما نروح المكان اللي بناخد فيه عشان نطلع متميزين. اروح بس اعتمد على موهبتي؟ يعني لازم تكون عندي الموهبه، ولا لو انا حابه بس عايزه اتعلم ومش عارفه اروح فين، يعني اعمل ايه؟ هي الموهبه شيء جميل جدا، بس لازم تدعم بالدراسه. يعني الموهبه لوحدها هتخلي التفاصيل اللي بتدخلي فيها بتبقى ضعيفه شويه، لكن لما تكون مدعمه بالدراسه بيبقى عندك مساحه واسعه ان انت تشتغلي فيها، ان انت تبدعي فيها اكتر. فجميل ان يبقى الموهبه موجوده وتكمل بالدراسه. بس عايزه اقول حاجه، تصميم الازياء بالذات مش مجرد انه شخص بيرسم حلو، في فرق بين حد بيرسم حلو وفي فرق بينه وبين مصمم الازياء. لازم يكون دارس كويس جدا باترون، بحيث انه لما يرسم حاجه معينه ما تبقاش مجرد رسومات على سكتش، لكن تكون قابله للتطبيق العملي. وكمان لازم يكون دارس ازاي يلبس الجسم، يعني يبقى عارف طبيعه الجسم ايه. كنت لسه هسالك السؤال الاشهر بقى، ايه الفرق بين الفاشن ديزاينر وال يعني القياطه او التردي او تمام بيفصل الهدوم عموما؟ بشكل عام لما الشخص يدخل المجال ده لازم يحدد من الاول هو عايز يبقى ايه، لانه في خياطين ناجحين جدا ومحققين نجاحات، بس هي يعني الفاشن ديزاينر لا، هو بيبقى عنده جرأه ان هو يعمل تصميم جديد وينزله، مش مجرد يجي حد يقول له اعمل لي التصميم ده، لا انا بشوف الجسم اللي قدامي ايه اللي ينفعه، ايه اللي يبقى لايق عليه اكتر، وازاي انه يظهر بافضل صوره ممكنه، واساعد العميله بتاعتي بحيث ان هي تظهر في شكل مثالي. عكس الخياط بيبقى مثلا مطلوب منه حاجه معينه، فستان بروح اقول عايزه الفستان ده او بالظبط، ما عندوش حتى جرأه ان هو يجرب حاجات جديده، هو بيعمل حاجات مكرره. وممكن في بعض الاحيان يعني برضو انصح لو حد داخل في مجال الخياطه برضو لازم يدرس شويه، بحيث انه ممكن يدي فستان او يعمل فستان العميله شايفاه كويس عليها بس هو مش مناسب لتفاصيل جسمها. يعني لما اجي لك اقول لك انا مثلا عايزه الفستان ده بوديكي، ولا انت بتقولي لي لا انا هعمل لك ديزاين ليكي يليق عليكي؟ انا بالنسبه لي لا، بقعد مع العميله بتاعتي الاول بشوف تفاصيلها وافهم شخصيتها ايه، لانه الشخصيه ما يبقاش مبين دفوهات في جسمها بالزبط. او كده دفوهات احنا ما فيناش اي حاجه. هو ده بيبقى جزء الحكايه، ان هو يبين التفاصيل بتاع جسمها بشكل جيد بحيث ان هي ما تظهرش لو في اي دفو فعلا يختفي. بس في حاجه كمان تانية، هي شخصيه العميله لازم تبقى حاجه ملائمه للشخصيه، هل هي شخصيه جريئه، هل هي شخصيه خجوله، هي مهم جدا هي لما تلبس الفستان تبقى مرتاحه فيه. لا هي ممكن زي ما بقول لك يعني ما تتقبلش فكره ان انت تقولي لا دي فات، تقول لك لا هي ليه، لا انا عايزه ده، ولا ما فيش بيجي لك حد كده؟ انا بقدر اقنعه. بتعرف شاطره بقى. شغل الهاند ميد اكتر بيطلب، ولا بتيجي تجيب لك حاجه معينه عايزه دي زي ما ايمي بتقول كده؟ هو انا بحاول اعمل دمج بين الاثنين، بحيث ان هو يبقى لبس مريح وفي نفس الوقت ليه قيمه، يعني قيم، بحاول لحد ما يعني. يعني انت قلتي الكروشيه والحاجات دي انا بحبها جدا، بحس ان الشغل فيها زي الرسم فن، يعني فن فن. بحس ان اكتر شغل الهاند ميد والناس اللي بتعمل الحاجه يعني حته حته كده دي بتبقى يعني حاجه صراحه زي التابلو الحلو. هو شيء ممتع. هو انا كمان في التصميمات بتاعتي لما بيجي حد انا برسم له التصميم، برسمه له الاول وبوريه له، بنتناقش نشوف نقط الخلاف ونقط الاتفاق، وفي الاخر بنرسم مع بعض على الموديل، والحمد لله بنرسم دايما لافضل حاجه. يعني بالنسبه للسواريهات بقى، بتبقى حلوه اكتر الالوان المطفيه ولا الحاجه اللي بتلمع؟ على حسب الديزاين. يعني احنا انا اول حاجه بشوفها بشوف العميله اللي قدامي ايه شخصيتها، ايه جسمها، وايه الحاجات يعني اللي تبينها بشكل افضل، لان ممكن انا لو استخدمت قماشه مش مناسبه ليها تبين بعض الدفوهات، كمثلا القماش اللي بيلمع او ليه لمعه ممكن يبين يعني امتلاء في بعض الاماكن. فاحنا ممكن بنوظف، ممكن مش باين، هو بيوضح الامتلاء اللي موجود اصلا. ما هو هنا بقى المهاره في ان احنا ازاي يعني احنا معانا صور للموديلات بتاعتك.
تكلمينا سريعا كده عنها؟ حاجات جميله فعلا. بصي، هو هنا ده فستان بيعتمد على الدريبنج. هنا لو العميله عندي يعني منطقه الصدر عندها صغيره شويه، فممكن عن طريق عمل دريبنج شغل بالتشكيل على المانيكان نقدر ندي حجم شويه. ممكن هنا الجسم يبقى فيه مثلا ما فيش وسط، فمع ان هو فيه دريبنج فوق ومن تحت واسع يكون فيه وسط. هو انا حاسه الصوره مشدوده ولا هو مش عارف. الصوره مشدوده بس هو ايوه هتوضح معايا. لا عشان هي بس أكثر جنبها. اه طب معانا تليفون، جالنا تليفون نقول الو. الو. ايوه مساء الخير. مساء النور، تعرف بحضرتك؟ مدام فاتن فؤاد عبد التواب. اهلا مدام فاتن، متابعانا؟ متابعه البرنامج؟ نعم متابعه البرنامج معانا. اه يا حبيبتي اهلا بحضرتك. معانا الفاشن ديزاينر جاكلين. تحبي تسأليها؟ أيوة. تحبي تسأليها في حاجة عن الفاشون؟ والله أنا كنت عايزة أسأل لو حد واحدة مثلا اسمها ممتلئ شوية، فإيه الحاجات اللي تناسبها يعني؟ يعني تلبس مثلا طويل، تلبس قصير، يعني إيه اللي تناسبها؟ هو السؤال بتاع حضرتك يناسب كل بيت مصري وعربي. طب كويس الحمد لله. يعني جميل. ماشي يعني هنرد على حضرتك دلوقتي. ماشي ميسي، اتصال حضرتك وهنرد عليك. طبعا الست الممتلئه في كل بيت مصري. نرد عليها سريعا ونرجع للموديلات بقى. اتفضلي. هو بس حكايه الجسم الممتلئ دي كلمه عامه، هل هو انا بيهمني اعرف هل هو ممتلئ في انهي مكان بالظبط؟ هل هو ممتلئ عند الصدر ولا عند البطن ولا عند منطقه الارداف؟ لانه ده بيختلف. الكتله كلها على بعضها بقى. حتى وان كان برضو بيكون في بنسب، يعني مش موضوع ممتلئ، مش ممكن كله يكون ممتلئ طبعا. فهو لازم يتعرف الاول هو ممتلئ فين، بس بشكل عام ايه الاماكن الممتلئه؟ ايا كان. يعني انا هقول قواعد اساسيه بس مش على جسم بحد ذاته، يعني انه غالبا بنميل للخطوط الطوليه، القصات الطوليه، الحاجات اللي زي كده بتساعد كتير جدا تلم الجسم شويه. في قماش بيلم الجسم؟ يعني في، بس ما يكونش لكرة قوي، ياخد شكل الجسم بتفاصيله، يكون منسد لحد ما، ما يكونش فيه لمعات. طيب نرجع للصور تاني، تكلمينا عن الصور معانا على الشاشه. هي دي تصميمات مختلفه، هي دي فستان لطفله ومعاه، هي كانت ماشيه مع مامتها يعني. فكان في ديزاين تاني قبل ده مش عارفه او بعده، في ديزاين تاني معايا بحيث ان هم يبقوا الاثنين مع بعض. ده برده فستان بيعتمد على الدريبنج. انا بحب قوي الدريبنج بتاع الطفله ده. وده بتاع دي بنوتي على فكره. والله ربنا يخليك. دي كل دي حضرتك تصاميمك انت الخاصه؟ انا بعمل التصميم، برسمه وبعمله وبنفذه عندي. ده جميل جدا. ده القصير بقى. في ناس بتحب القصات القصيره جدا. بس في ناس بتكون ممتلئه او مليانه وبتحب تلبس قصير، تنصحيهم بكده ولا بالطويل احسن؟ لا يفضل يعني ما يبينش، لو في مثلا ديفو معين هيبان، لا مش هيبقى حلو يعني، مش هيبقى حلو. لكن ممكن نستخدم تصميم يبقى شيك جدا عليها وهي كمان تبقى مرتاحه، هي مش هتبقى مبسوطه ان هي يبقى باين عندها ديفو وهي ماشيه. فده مهم. هو الدريبنج انا يمكن بحب اعتمد على الدريبنج. كله بتحبي اكتر صح؟ نعم بتحبيه اكتر الدريبنج لانه مهاره كبيره ومش موجوده. مش اي حد يعرف يعمله صح. مش اي حد، وكمان هو بيتوظف انه يخدم الجسم. يعني ان احنا ممكن نشكل الجسم بشكل ما، ان احنا نكبر مكان، نرفع مكان. انا ليه ما بيرفعش؟ انا بحس ان هو بيتخن بس. صح. لو استخدم في اماكن معينه، يعني مثلا لو هو الجسم عندي مستطيل وانا استخدمته فوق واستخدمت تحت، فانا اديت شكل ضيق في الوسط. فانا بحاول ان انا يعني اشكل بشكل ما، ممكن لواحده ما يكونش باين وسطها يعني. يعني مره جات لي عروسه، هي كانت في الخطوبه وهي جسمها، هي كانت مكسوفه جدا وهي حاسه ان هي هتبقى صعب، فهي كل الفكره ان احنا عملنا شغل فوق وشغل تحت وبان وسطها صغير جدا، فهي كانت سعيده. فهي الفكره ازاي ان احنا نقدر نعمل نفهم اللي قدامنا ونبسطه، بالظبط يطلع له الحاجه اللي هو نفسه فيها. بالظبط. لا جميل جدا. اشكرك. انا كنت عايزه اسالك ايه الحاجه اللي لازم تكون موجوده في الفاشن ديزاينر، ويعني ما ينفعش، او ايه الحاجه اللي ممكن استغنى عنها يعني؟ اهم حاجه انه يكون عايز دايما يتعلم، يعني ما يوقفش، كل يوم لازم يتعلم حاجه ولازم يشوف كل جديد ولازم ياخد كل يوم خطوه جديده، يبقى اب تو ديت للبره برضه. وحاجه ثانيه كمان ان هو لازم يكون بيعرف يلبس، لانه في بعض الناس بتعتقد ان انا عشان انا برسم فانا كده تمام. لا، التصميم الازياء مش رسم. تصميم الازياء مختلف، انا عندي فكره وبعبر عنها ازاي اوصل الفكره بتاعتي للعميله بطريقه صحيحه. ده بالنسبه للتصميم. ولازم ابقى عارفه البسها، لانه دي مشكله كبيره. يعني انا اشوف ممكن يبقى حد جايب فستان جميل جدا وملبسه لحد باين الضفوف، الفستان اخذ من جمالها.
فعشان كده بقول لازم يبقى عنده. شكلها مش حلو. لا باين باين دي فوق. هو الفستان جميل جدا في حد ذاته مش مش ليها وممكن يبقى عليها حاجة تانية أجمل كتير جدا. فعشان كده بحب دايما هي تكون بطريقة الإقناع مش مش نعمل ده. بس كنت اقول لك برضه يا مريم في ناس يعني بتصمم يعني في ناس بتبقى عايزه انا عايزه الستايل ده او انا نفسي في ده مقتنع ان ده هيبقى شكله حلو علي او شفته على حد شفته على حد وعجبني. ياسمين صبري كانت لابساه انا عايزاه خلاص هلبسه هلبسه. في الحاله دي لو هيك بقيتها حاجه شبهها فهي بتكتشف ان وجهه نظري صح. صح لانه انا يهمني في الاخر ان الفستان مش مجرد فستان حلو ان هي نفسها تبقى حلوه حلوه بيه طبعا. طيب انا كنت هسالك على انت بتقولي على الخياطه او يعني او عموما ان انت تترزي او كده. لا ده مختلف عن الفاشن. طبعا. طب هو حاليا اي حد بيعمل فساتين وبينفذها فهو بيطلق لقب مصمم ازياء. بس هي بتفرق في ايه؟ زي ما قلت لحضرتك ان هو لا لازم يبقى فاهم، يبقى فاهم اللي قدامه، يبقى فاهم شخصيته، يبقى فاهم تفاصيل جسمه، يبقى فاهم ايه اللي اصل في ترزي بيعمل يعني بيبقى بيعمل حاجات حلوه طبعا بس بيقول لك وعايزه ايه ويظبط لك الدنيا برده. بس انا متهيألي اتبصرت شويه بالخبره طبعا لسه اقول لك بالخبره بتوع زمان دول بتلاقيهم بالخبره وما شاء الله شاطرين يعني. لو هو عنده خبره هو هيكتسب بالخبره ليه؟ لانه هيلبس غلط وهيتعلم مره واثنين وثلاثه مره واثنين وثلاثه فهيتعلم. بس هيتعلم في ناس غير لما يكون دارس بقى هو لا خلاص هو صح صح. طيب معانا تليفون نقول الو. الو صباح الخير. صباح الخير نتعرف بيكي. ازيك يا ايمي؟ ازيك عامله ايه؟ ازيك يا مريم؟ الحمد لله منورين الشاشه دايما يا رب. نورك حبيبتي. متابعه البرنامج؟ متابعاكم بقالكم مبروك عليه وبعد كل سيزون يا رب. ربنا يخليكي. ربنا يخليكي. معانا الفاشن ديزاينر جاكلين بوليس لو تحبي تساليها حاجه في الفاشن. صباح الخير. اتفضلي. بعد اذنك كنت عايزه اسالها لو عندي اي ديفوهات في جسمي ازاي اختار القصه اللي تتناسب ان هي ما تبينش الديفو ده. ماشي اوكي. هي برضو قالت الديفو بيبقى ايه في مكان على حسب مكان. على مكان اماكن على حسب المكان. لو حددتي مكان اكتر تفيدك اكتر يعني ولا عامه؟ لا بقى في السواريهات تحديدا. في السواريه ماشي. تمام. ولو ممكن تقول لنا ايه الموضه في السواريه ان شاء الله في الصيف الجاي ده برضه يبقى ميرسي ليها جدا يعني. ماشي خلاص تمام. ميرسي ليكي يا سلمى واسمعي الاجابه معانا. هو بشكل عام زي ما قلنا هو لازم ابقى عارفه الديفو فين بالظبط عشان نقدر نشتغل عليه. بس في ناس ما بتبقاش عارفه الديفو بتاعها فين. ما هو انا لازم بشوف انا ليه بيبقى لي نظره يعني انا بقعد مع العميله انا بشوف جسمها ولازم اخد مقاسها قبل ما نقعد نتكلم حتى. في ناس بتزعل انك تقولي لها مثلا عندك ديفو. ما ده اللي انا بقوله صعبه. لا مش بنقول الديفو احنا بنقول لما بيجي انت عندك حته بايظه عايزين نظبطها. لا هي بتيجي ازاي؟ ايه رايك لو ده هيبقى جميل عليكي وهيبين كذا يعني مش هقول لها انت عندك ديفو كذا لانها تبقى لا شيء في ناس مؤلم. صراحه بتحب تحرج. لا ده شيء مؤلم. طب ليه؟ لا ممكن اقول لها ايه رايك نعمل كذا عشان ده هيلم المنطقه دي او احنا عندنا في مشكله هنا فهيبقى حلو قوي لو احنا عملنا كذا وبوريها النماذج للحاجات دي. السؤال الثاني ايه؟ هي كانت بتقول بالسواريهات تقول لنا السواريهات ايه الموضه اللي جايه عشان الصيف الجاي بقى. تمام. هو انا بالنسبه لي في السواريه انا بحب ان يبقى لي الموضه الخاصه بتاعتي يعني انا ليا الالوان بتاعتي لان زي ما قلت انا بشتغل اكتر علاجي للجسم او على العميله بتاعتي. فانا ممكن تكون يعني مثلا الموضه الفتره الجايه دي علشان كنا خارجين من كورونا كده فهي الوان مبهجه والوان فواتح والوان. لو انا استخدمتها مع حد ممتلئ مثلا فانا كده هبقى اذيته يعني انا لكن ممكن استخدمها لكن اوظفها في قصات ادخل معاها حسب برضو البشره بتاعتها. طبعا طبعا ادخل معاها الوان غامقه. انا بحس الاسود هو السوري لا لا الاسود والسيلفر والاخضر الاخضر لون ده جاي موضه يعني. فعلا جميل. والالوان اللي هي الشوكليت اللي هي زي الجلاكسي والحاجات دي في الوان كده اساسيات وطبعا منها اكيد الاسود ده ملك الالوان لا يمكن اسمها. الاسود اظن بيلم قوي ولا دي برضو خدعه مخدوعين فيها كلنا؟ بص برضو القصه انا وجهه نظري الخاصه هو دايما يقولوا الاسود بيلم الجسم يعني انا عندي بنوته صغيره ليه اقعد البسها اسود اسود اسود؟ لا حرام حرام. فانا عندي بنوته صغيره لا ممكن نلبس لبس مبهج لا ممكن نلبس لبس مبهج بس نعمل قصه تناسب قصه تبينها شكلها بنوته ومناسبه لسنها وفي نفس الوقت شكلها يعني جميل وراقي. تمام. يمكن انا هنا على اللون الاسود هتلاقوا حضراتكم معظم التصميمات هتلاقوا داخل فيها اللون الاسود اساسا وفي كولكشن جديد بجهزه هو الاسود ده ملك الالوان. ملك الالوان صحيح. صح ملك الالوان. ولما بيدخل معاه درجات تانية او سيلفر. عايز بقى اسالك كمان لما بتبقى بنوته طويله قوي يليق عليها الحاجات القصيره زي ما قلنا ولا ان الحاجه تبقى اطول طويله
على حسب طولها يعني تبين طولها اكتر. يعني القصير قوي مش محبب لانه هيبين الرجل طويله جدا زياده عن اللزوم. طبعا. وهيبقى شكلها ملفت بشكل عام. بس بشكل عام بنعمل توائم، يعني لو انا عندي الفستان من فوق يعني مكشوف لحد ما، ما ينفعش يبقى مكشوف من فوق ومكشوف من تحت. فبنحاول نعمل توازن في الموديل بحيث انه يبقى الشكل مش صعب. لا مش صعب. وبرده بيهمني جدا ابعاد جسمها، هل هي جسمها مستطيل، جسمها كم متر، ايا كان، فازاي نشتغل على الحاجه دي؟ يعني طويل وايه؟ يعني طويل وايه؟ طويل ورفضنوع ولا طويل ومليانه؟ طب انا عايزه اديها وسط. برضو في على السؤال اللي اتسال، لو في حد ممتلئ ما ينفعش يلبس مثلا فستان بحزام عريض على البطن، انا كده بينت القطر بتاع البطن كبير جدا. طبعا. ممكن نستبدله بقصه تحت الصدر، ممكن نستبدل يبقى مثلا على شكل حرف في الياقه. شكل حرف في بيلم الصدر شويه كتير. طبعا قصات برنسيس، قصات طوليه، حاجات زي كده تساعد ان الدنيا تبان. نحاول ندي طول عكس النحيف، بنحاول ندي خطوط بالعرض اكتر بحيث ان هي تدي عرض، وفي بعض الاماكن برضه. طيب استاذه جاكلين جالنا تليفون. نورهان نقول الو. الو الو. أيوة. صباح الخير. صباح الخير، تعرف بيكي. اهلا بحضرتك، عامله ايه؟ متابعانا؟ متابعاكم من زمان. اخباركم ايه؟ الحمد لله. كويسه. احنا مستضيفين الفاشن ديزاينر جاكلين. معانا جاكلين بوليس فاشن ديزاينر. لو تحبي تسالي حاجه. ميرسي، شكرا ليكي. تحبي تسالي حاجه في الفاشن؟ كان عندي سؤال اللي هو ازاي اختار فستان مناسب يليق عليا. ما بيعجبنيش خالص قصات السواري، ما بحسش ان هم لايقين عليا، ما بعرفش اختار كمان. انت بتحبي تلبسي اكتر فساتين ولا بناطيل؟ تلبسي كنت لسه اسالك تلبسي ايه في السواري ومول لما تيجي نازله. السواري فساتين بس مش بعرف اختار النوع معين. انا رفيعه فمش اي قصه بحسها لايقه يعني، فانا عايزه اختار كويس. اختار ازاي؟ الرفيعه كل حاجه تليق عليكي. طيب بقول لك رفيعه تليق عليكي حاجات كتير. رفيعه يعني موديل. ما مش بلاقي حاجه والله حلوه عليا، خصوصا انا كمان قصيره، فبحس ان لا لازم حاجه معينه. طيب محجبه؟ اسمعين انت محجبه؟ محجبه. طب اسمعينا وجاكلين هترد على حضرتك. استاذه جاكلين اتفضلي. بشكل عام يعني لو احنا نحاف شويه، هو بس في مشكله انا عارفه هي بتعاني منها، انه تقريبا معظم الشغل الموجود في السوق هو كله صوره من بعضه. يعني بالذات لبس المحجبات انا بحس ان في ازمه كبيره، ان هو كله ستايل واحد كتير وبيبرق ومش عارفه ليه. لا وهو ستايل واحد على فكره، او يعني كام ستايل ليه بس محجبات يعني بتالي الموضوع كتير. فبالعكس فساتين كتيره بقت كتيره الاقيهم، بس الفكره فيهم قريبه. هتلاقي كله الفكره فيهم قريبه جدا. يمكن اللعب فيها شويه بيبقى قليل، بس بشكل عام يعني لو هي نحيفه فبتختار حاجه يكون فيها مثلا، لو هي نحيفه من الجزء العلوي فبتختار الجزء العلوي يكون فيه تطريز شغل. يكون فيه شغل، مش لازم تطريز لامع، لان مش كل الناس بتحب اللامع، وانا شخصيا ما بحبش اللامع قوي. بس يكون فيه تفاصيل. كل ما بيكون المكان فيه تفاصيل بيبين المكان اللي هو موجود فيه ده بشكل اعرض شويه. عكس لو هي جسمها ممتلئ فلا، مش هنحب يكون في المنطقه الممتلئه دي. لو هي رفيعه خالص اختار حاجه مثلا عامله شكل السمكه زي ما بيقولوا، بحيث تبقى من فوق شكلها ومن تحت برضو ومعمول لها الوسط. لو منطقه الهب عندها صغيره الموديل ده هيبقى مش ناجح خالص معاها. فهو لازم هو بيبقى اكتر في يعني الجسم المايل للساعه الرمليه، لان هو بيبقى ليها صدر ووسط ومنطقه الهب. فبيبقى في شكل اتزان. لكن لو هي نحيفه جدا وانا اديت لها الشكل ده فهيبقى الشكل فيه خلل. يعني انا عندي فوق هي الدنيا ظبطناها بالدريبنج او بالتطريز. لو واحده نحيفه لبست اي فستان بحسه بيبقى لايق عليها عن المليان. معرفش ده وجهه نظر انا، بحس ان هم هي زي الموديل اللي متشال من عليها الفستان بالظبط. هي النحيفه دي حظها جميل جدا، لان هي فعلا عندها مساحه كبيره جدا أكثر. وكمان جسمها بيساعد المصمم ان هو يعني يبدع بقى. بس زي ما بقول برضه مش عايز يخبي دفهات. لا بس برضه هو ممكن مش هيخبي دفهات، هو ممكن يشتغل على انه يبرز جمال. يعني عندي مثلا في حد منطقه الجمال عنده في منطقه الوسط، فانا بشتغل اني ابرز المنطقه دي. ممكن اختار لها موديل ما اختارلهاش مثلا قصه تحت الصدر واخفي المنطقه يعني اللي هي مميزه فيها. تمام. فزي ما بقول هو بس بيهمنا ان احنا نعرف التفاصيل، الامتلاء فين والانخفاض فين والطول قد ايه. وحتى الطول احنا عندنا مثلا حد ممكن يكون لا الجزء الفوق هو عنده طويل واللي تحته قصير، رجليه قصيره صح، او رجليه طويله قوي ووسطه هو اللي
جسمه من فوق صغير. اصل احنا مش استنباط من بعض، احنا في يعني كل واحد على حسب. طبعا طبعا. انا عايزه في النهايه معلش وقتنا خلص. اتفضلي اخر سؤال. اتفضلي. المنتشر دلوقتي اكتر في السوريهات البناطيل ولا الدريس؟ انا برجح على حسب راحه او الشخص. على حسب راحه الشخص، لانه هي يعني جزء كبير من نجاح اللبس ان هي تبقى لابساه انه يناسب جسمها وشخصيتها جدا، لان هي لو لابساه ومش مرتاحه هتوقعه. ماشي في النهايه بقى معلش وقت خدنا. نشكر حضرتك. زعلانين والله ان الوقت خلص. كان عندي اسئله كتير. اسئلته كتير. سعيده جدا. وبهنيكي برضو على القناه الجديده، قناه تعليميه. في قناه تعليميه بعلم من خلالها الباترون، بقى لها فتره شغاله وربنا يرد. طب اسم القناه بتاعت حضرتك ايه؟ جاكلين بولس. جاكلين بولس. انا بعلمه على اساس علمي بس بشرح مبسط في نفس الوقت، لان في قنوات كتير موجوده على اليوتيوب. على اليوتيوب في قنوات كتير بتقدم محتوى ضعيف، فان شاء الله يكون محتوى لا لا ان شاء الله. واحنا من المتابعين برضو. ميرسي ليكي. نورتينا ومبسوطين بيكي جدا. شكرا. ميرسي يا ايمي. كان ميرسي فقره حلوه. يا رب يكون برنامجنا النهارده حاز على اعجابكم وتكونوا مبسوطين معانا بالفقرات. واستنونا دايما على طول كل اربع الساعه 10 صباحا في جمال الحياه.